بطولة موفقة وتنظيم رائع. أنا بشكر القيادة السياسية اللي خلتنا نقدر نعمل البطولة العربية للجودو العالمين 2023 في العالمين الجديدة اللي هي دلوقتي مدينة السحر والجمال، وإن شاء الله تبقى عاصمة السياحة في العالم كله. طبعا البطولة حاجة مشرفة جدا، واجهة لمصر جميلة جدا. مش هينفع نقول احنا راينا ايه في البطوله، لا، راي الاخوه العرب بيقولوا ما شاء الله حاجه كويسه جدا، تنظيم هايل. الحمد لله حصلنا على المركز الاول بالفرق، وحققنا بالفردي 3 فضيات ذهبيه، وكانت مشاركه جيده وكانت خوش بطوله. الحمد لله خدنا مركز اول فردي، والنهارده خدنا 3 فرق. منافسه كويسه، في كذا دوله عربيه مشاركه، وكان منافسه قويه. يعني بطوله تنظيمها عالي جدا، ومشجعين وكل حاجه. اللعيبه بصراحه تعبت في التمرين وعملت اللي عليها، بس النهارده كل حاجه نصيب. يعني النهارده ما كانتش احسن حاجه، بس ان شاء الله اللي جاي احسن بكتير، وهنتعب تاني وهندوس على نفسنا تاني عشان ان شاء الله المره الجايه تبقى. الحمد لله لعبت واخذت المركز الثاني، كنا نطمح بالذهب، لكن الحمد لله على كل حال قادم افضل ان شاء الله. والفرق اليوم لعبنا الحمد لله على كل حال حصلنا المركز الثالث. تنظيم حلو الحمد لله، بطولة كويسة. ماتش الحمد لله كسبنا وخدنا 3 فرق الحمد لله. بطولة كويسة جدا وخطوة كويسة، البطولة في مكانة العالمين، وده تطور كبير، والأجواء حلوة والتنظيم كويس، إن شاء الله جاي أفضل إن شاء الله. بطولة ممتازة جدا، تنظيم كويس جدا، والأهم إنها في أرض العالمين. بطولة قوية جدا، وكل الفرق واضح إنها مستعدة بشكل كويس على أرض مصر، لكن ده بيقول النادي القادسية الكويتي حاضر في كل المحافل الدولية وبيحقق مراكز عالية جدا، ونتمنى التوفيق لهم في كل مكان إن شاء الله. أتقدم بالشكر الجزيل إلى الاتحاد العربي الموقر، أيضا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الاتحاد المصري الموقر. حقيقة بطولة رائعة، قدموا نتائج مميزة، لاعبين مميزين المصريين، الأخوة أيضا هماتين العراقيين قدموا نتائج مميزة، الأخوة القطريين أيضا هماتين الكويتين. أسأل الله التوفيق لجميع اللاعبين إن شاء الله، وأشكر الأخوة الكادر حقيقة الإعلامي الكادر الذي بذر جهد كامل لتحسين القاعة. أسأل الله التوفيق لكل اللاعبين والمدربين. ربنا كرمنا في فرق وخدنا أول، بس يعني ربنا ما كرمناش في فردي، بس أنا الحمد لله يعني جبت دهب امبارح ودهب النهاردة، الحمد لله ده كرم كبير من ربنا. يعني لعبنا مع نادي القادسية والحمد لله غلبناهم، وفي النهائي لم يحالفنا الحظ، الحمد لله شكرا حصلنا على المركز الثاني. الأمانة أولا الله يعطيكم ألف عافية على التنظيم اللي أكثر من رائع، والله ما كنت يعني متوقع بهذا المستوى اللي شفناه. تنظيم جبار، وبفضل الله الحمد لله حصلنا على ميدالية ذهب و4 فضة و7 برونز، وبالتصنيف العام خذينا المركز الثالث والحمد لله، والله يعطيكم الف عافيه على هذا التنظيم. حصلنا على المركز الثاني الحمد لله، وشاركنا فرقي وفردي والحمد لله حصلنا نتيجه. بطوله جيده، ونشكر المؤسسين للبطوله. البطوله على مستوى عالي جدا وعلى كواليتي عالي، لعيبه يعني مجهزه صح، والاداريين والمدربين مجهزين لعيبتهم بشكل قوي. يعني تنظيم البطولة يعني نشكر مصر والله على التنظيم الجميل هذا، يعني ما قصروا معنا بأي شيء، وجبات، تنظيم اللعيبة، ندخل كحكام وإحنا مرتاحين، فالله يعافيكم، مشكورين على الشيء هذا. الحمد لله كنا يعني إعدادنا كان بمصر، كان بالقاهرة مع نادي الشمس، وحققنا ذهبية و4 فضة و8 برونز. البطولة ممتازة إلى أبعد الحدود، أو يعني من أفضل البطولات اللي شاركنا فيها بطولة العالمين. البطولة بشكل عام إحنا شاركنا في العديد من البطولات العربية للجودو على جميع الفئات، سواء صغار أو أشبال أو ناشئين أو رجال أو شباب، لكن أتكلم عن البطولة هذه ما صار قبل بطولة عربية بهذا المستوى. أمانة مستوى جدا راغي، مستوى حسسنا أن احنا قاعدين في بطولة أولمبيات أو ما شبه هذه البطولات. أول حاجة نشكر المصريين على حسن الاستقبال، يعني وفروا لنا كل شيء الحمد لله. أما بما يخص البطولة الحمد لله، والله غير أطفال صغار لكن عندهم مستوى، عندهم مستقبل إن شاء الله هيكون زاهد إن شاء الله،
يعني شفنا جيدو، شفنا بعض المصارعين عندهم مستوى بجد. الواحد بيفتخر ان هو مصري، الواحد بيفتخر بالمنشآت والمدن الجديدة اللي بقت موجودة في مصر. الموضوع ما بقاش مدينة او اتنين او تلاتة، احنا بقينا في كل يوم في كل محافظة بتروح فيها بتلاقي حاجة جديدة. الدنيا الحمد لله البطولة طالعة بشكل كويس جدا، المنافسات قوية، الوفود كلها بتشيد بالتنظيم يعني.